السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبائي الطلاب إلى موضوع جديد من مواضيع معالجة أمراض الغدد الصماء والجهاز البولي. موضوعنا لهذا اليوم عن الأدرينال جلاند ديسوردرز، اضطرابات الغدة الكظرية أو ما تسمى بالغدة فوق كلوية، لأنها بتكون فوق الكلية اليمنى وفوق الكلية اليسرى. بعد الانتهاء من هذا الموضوع ينبغي على الطالب أن يكون عنده المعرفة في الدور الوظيفي للأدرينال جلانس، أيضا recognize the clinical presentation of adrenal insufficiency، لازم نعرف الـ clinical presentation للـ adrenal insufficiency، وأيضا كيف نعالج الـ adrenal insufficiency سواء كانت الحالة acute أو كانت الحالة chronic. أيضا recommend therapy monitoring parameters، ايش البارامترز اللي بنتابعها في معالجة الادرينال انسفشنسي. لازم نعرف الكلينيكال برزنتيشن للكوشين سيندروم، ايضا لازم اعرف الكونسيكونسز اوف كورتيزول اكسس، ايش الريزلت الناتجة والكونسيكونسز المضاعفات الناتجة من زيادة افراز الغدة الكظرية. ايضا لازم اعرف الفارماكولوجيكال والنون فارماكولوجيكال مانجمنت اوف كوشينج سيندروم، كيف بنعالج الكوشينج سيندروم اللي فرط افراز الغده الكظريه عن طريق الادويه وايضا عن طريق المعالجه غير الدوائيه اللي عباره عن السيرجري والراديشن. ريكومند استراتيجي تو بريفنت ذا ديفلوبمنت اوف ذا هايبر كورتيزوليزم اند هايبر كورتيزوليزم. ايضا ريكومند ثيرابي مونيتورينج بارامترز فور كوشينج سيندروم، ايش البارامترز اللي بعتمد عليها في معالجه الكوشينج سيندروم. In this chapter we will discuss glucocorticoid insufficiency نسميها الاديسون ديزيز، ايضا بنناقش الجلوكوكورتيكويد اكسس اللي هي كوشينج سيندروم. اذا لازم نعرف ان الاديسون ديزيز عباره عن جلوكوكورتيكويد انسفشنسي، والجلوكوكورتيكويد اكسس زياده افراز الجلوكوكورتيكويد هي عباره عن الكوشينج سيندروم. مثل ما بنشوف الصوره، هذا الاديسون ديزيز يكون البيشنت عنده مجموعه من الكلينيكال برزنتيشن من ضمنها ويت لوس، هايبوتنشن، بيكون عند البيشنت فتيج، ويكنس، بيكون عند البيشنت هايبر بيجمنتيشن اللي هي تصبغ الميوكوزا والسكن، بيكون عندهم هايبوغلايسيميا، جي اي تي ديستربنسز، نوزيا، فوميتنج، دياريا. بعكس الكوشينج سيندروم، في حالة الكوشينج سيندروم البيشنت بيكون عنده ويت جين، وغالبا الويت جين او زيادة الوزن بتكون في منطقة الترنك، في منطقة الجلد، ما بتكونش في منطقة الاطراف. ايضا بيكون عند البيشنت فات اكيوميليشن ان ذا دورسال، زيادة في الدهون في منطقة الدورسال وسبرا كلافيكولر ريجن. ايضا بيكون عند البيشنت بروز اللي عباره عن كدمات تظهر في الجلد بشكل سريع. بيكون عند البيشنت ايضا هايبر جلايسيميا، هايبر تنشن، بالاضافه ل بوليوريا اذا كانت مرأة بيكون عندها منسترول ريجولر. الدور الوظيفي للادرينال جلاند، ادرينال جلاند بتلعب دور اساسي الهيموستاسيس اوف ووتر اند الكترولايت، بتنظم الووتر والالكترولايت، ريجوليشن اوف بلاد بريشر، تنظم ضغط الدم. طبعا لانه الكورتيكوستيرويد والالدوستيرون لها دور اساسي في الالكترولايت والبلاد بريشر، ايضا بتلعب دور اساسي في الميتابوليزم الكربوهيدرات بروتين اند فات، ايضا بالسكشوال ديفلوبمنت، وايضا في الريسبونس تو ستريس. كيف بيتم افراز الكورتيكوستيرويد داخل الجسم؟ مثل ما بنشوف في الشكل البياني، بيبدأ ارتفاع الكورتيكوستيرويد من الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، بيرتفع بيوصل لذروة الارتفاع من الساعة السادسة للساعة الثامنة، ويبدأ ينخفض خلال فترة الصباح قبل الظهر. في العصر بيكون أقل تركيز للكورتيكوستيرويد around midnight، بيكون أقل تركيز للكورتيكوستيرويد around midnight. طيب الكورتيكوستيرويد برودكشن تقريبا بيكون من 8 إلى 15 ملي جرام بير دي، يعني في اليوم الواحد بتكون كمية الكورتيكوستيرويد التي تمت إفرازها من الغدة الكظرية 15 أو 8 إلى 15 ملي جرام بير دي. هذا الكلام بينفعنا كثير لأنه أثناء المعالجة لازم أعمل سيميوليشن للكمية نفسها، بنشوف فيما بعد. طيب تعالوا نشوف من ناحية أناتومي
والبيوكيمستري للأدرينال جلاند. الأدرينال جلاند بتكون موجودة فوق الكلية، لذلك تسمى فوق كلوية. تتكون الأدرينال جلاند من الأوتر كورتكس والإنر مدلة. الأدرينال مدلة مسؤولة على إفراز الإبنفرين والنور إبنفرين، اللي بنسميهم الأدرينالين والنور أدرينالين. وهذه الهرمونات بتنظم السمبثاتيك نيرفس سيستم. أما الكورتكس تتكون من 3 طبقات، الطبقة الخارجية تسمى جلوماريولوسا، زونا جلوماريولوسا، وتفرز هرمون معين، والزونا فاسكولاتا اللي هي الطبقة المتوسطة، أما الطبقة الداخلية تسمى بالزونا ريتيكولاريس. تعالوا نشوف الشكل البياني بشكل أجمل. الأدرينال جلاند مثل ما اتفقنا تتكون من الأدرينال مادلة والأدرينال كورتكس. المادلة تفرز الكاتيكولامين اللي عبارة عن الإبنفرين والنور إبنفرين. أما الأدرينال كورتكس يتكون من 3 طبقات، جلوماريولوسا، فاسكولاتا، والريتيكولاريس. فالجلوماريولوسا يفرز الألدستيرون المسؤول على تنظيم الفلويد وكمان الإلكترولايت اللي منها الصوديوم والبوتاسيوم. أما الزونا فاسكولاتا يفرز الكورتيزول، والزونا ريتيكولاريس يفرز الأندروجين. دائما نسمع على الهايبوثالاموس بتويتري أدرينال أكسس، هايبوثالاموس بتويتري أدرينال أكسس. كيف بيفرز الكورتيكوسيرويد؟ الكورتيكوسيرويد بيفرز تحت تأثير الغدة النخامية، والغدة النخامية بتكون تحت تأثير الهايبوثالاموس اللي تسمى تحت المهاد. إذا الهايبوثالاموس تفرز هرمون اسمه كورتيكو تروبين ريليزنج هرمون. دائما هرمونات الهايبوثالاموس تسمى ريليزنج هرمون، كورتيكو تروبين ريليزنج هرمون، وفي معنا ثيرويد ريليزنج هرمون، وفي معنا جروث هرمون ريليزنج هرمون، وفي معنا جونادوتروبين ريليزنج هرمون. فالهايبوثالاموس تفرز الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون اللي بيعمل استيميليشن للانتيريور بيتويتري، الفصل الامامي للغده النخاميه. الفصل الامامي للغده النخاميه بيكون مسؤول على افراز الادرينو كورتيكو تروبيك هرمون. هذا الادرينو كورتيكو تروبيك هرمون بيفرز مباشره الى تيار الدم ويذهب الى الادرينال كورتكس للغده الكظريه، يحفز الغده الكظريه على افراز الكورتيزول. لما يرتفع كمية الكورتيزول في الدم بيعمل نيجاتيف فيدباك للبيتويتري وأيضا للهايبوثالاموس، وبالتالي بيقل التحفيز وهكذا. الأدرينال انسفيشنسي عبارة عن inability of the adrenal gland، عدم قدرة الغدة الكظرية على إفراز كمية كافية من الكورتيزول، نسميها الأدرينال انسفيشنسي. الأدرينال انسفيشنسي بنقسمها إلى برايمري، سكندري، ترشري. والأدرينال انسفشنسي بتكون أكثر شيء موجودة عند النساء مقارنة بالرجال، يعني 2 إلى 1 تقريبا، مرأتين إلى رجل تقريبا. تعالوا نشوف الباثوفيسيولوجي للأدرينال انسفشنسي. مثل ما اتفقنا إنه الأدرينال انسفشنسي بنقسمها إلى 3 أقسام أو إلى 4 أقسام. فالبرايمري أدرينال انسفشنسي بتكون المشكلة في الأدرينال جلاند، في الغدة الكظرية نفسها. حالة هذا بيسمى الأديسون ديزيز، بيكون سبب أوتو أميون بروسس. ما بتظهر السمبتومز إلا بعد ما يحدث ديستراكشن للكورتكس بنسبة 90%. السكندري أدرينال إنسفشنسي بتكون عادة المشكلة بالبيتويتري جلاند وليس في الأدرينال جلاند، بالبيتويتري جلاند. الأمراض اللي بتعمل سكندري أدرينال إنسفشنسي في معنى الكوشنج سندروم، ممكن يعمل سكندري أدرينال إنسفشنسي. والبان هايبو بيتويتريز في معنى البيتويتري الراديشن، إذا عرضنا البيتويتري جلاند للراديشن، أو إذا حدث تيومر للبيتويتري، أو إذا حدث عند البيشنت برين إنجري، تروماتيك برين إنجري. في الترشري أدرينال إنسفشنسي بتكون المشكلة بالهايبوثالاموس، وبالتالي بيقل كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، which in turn decrease أدرينال كورتيكوتروبين هرمون production and release. In contrast to Addison disease, aldosterone production is unaffected in the secondary and tertiary form of the disease. إذن البرايمري يكون الكلينيكال برزنتيشن بشكل أوضح. ليش؟ لأنه
مش فقط الكورتيزول اللي بيتأثر، أيضا الألدوستيرون بيتأثر في حالة البرايمري فقط، بس ما بيتأثر في حالة السكندري والترشيري. لذلك الألدوستيرون ليفل ممكن نقيسه ونحدد إذا كان البيشنت عنده برايمري سكندري ترشيري أدرينال إنسفشنسي. إذا من جديد الأدرينال إنسفشنسي بنقسمها لبرايمري سكندري ترشيري، في معنى قسم اللي يسموه دراج إنديوست. عادة البرايمري ديس أوردر أو بنسميها الأديسون ديزيز بتكون نسبتها 70 إلى 90%، بتكون المشكلة في الأدرينال جلاند، بينما السكندري بتكون المشكلة في البيتويتري ديس فانكشن. أيضا الترشيري ديس أوردر بتكون المشكلة في الهايبو ثالاميك ديس فانكشن. الدراج إنديوست الكورتيكوستيرويد إذا تم إعطائه بيعمل نيجاتيف فيدباك للبيتويتري، وبالتالي بيدخل البيشنت في ادرينال انسفشنسي. ايضا الكورتيكوستيرويد سينثيسيز انهبيتور، ايضا الميجسترول والتيروسين كينيز انهبيتور ممكن تعمل دراج انديوست ادرينال انسفشنسي. تعالوا نشوف الاكيوت ادرينال انسفشنسي عباره عن الادرينال كرايسيس ريزلت فروم ذا بوديز inability to sufficiently increase endogenous cortisol، عدم قدرة الجسم على زيادة إفراز الكورتيزول عندما يتعرض الجسم لفسيولوجيكال ستريس. الأدرينال كرايسيس can occur when patient with chronic adrenal insufficiency don't receive adequate glucocorticoid replacement. إذا دخل إذا كان البيشنت عنده chronic adrenal insufficiency وتعرض لفسيولوجيكال ستريس وما فيش كمية كافية من الجلوكوكورتيكويد ممكن يدخل في ادرينال كرايسيس او بنسميها الاكيوت ادرينال انسفشنسي. ايش الفسيولوجيكال ستريس مثل السيرجري انفكشن فيفر اكيوت النس انفيزيف ميديكال بروسيجر اور تروما اور سبسيس. لو نتذكر الديابيتس تايب 1 قلنا ان البيشنت اذا ما اخذ كميه كافيه من الانسولين وتعرض لانفكشن ممكن يدخل في diabetes ketoacidosis. Additionally, abrupt discontinuation or tapering rapidly of glucocorticoid ممكن يؤدي للأدرينال كرايسيس. كيف بتكون هذه العملية؟ مثل ما اتفقنا لما نعطي جلوكوكورتيكويد خارجي كورتيزول خارجي هذا بيعمل نيجاتيف فيدباك. إذا عمل نيجاتيف فيدباك معنى ذلك إنه الأدرينال جلاند تبطل تطلع كورتيزول. إذا وقفنا الكورتيزول الخارجي والادرينال جلاند ما بتعطي اساسا جلوكوكورتيكويد لانه تم ايقافها تحت تاثير الكورتيكوستيرويد الخارجي، يدخل البيشنت في ادرينال كرايسيس. لذلك مهم جدا جدا انه عندما نوقف الكورتيكوستيرويد لازم اعمل تيبرينج اوف جلوكوكورتيكويد جراجولي. طيب ايش الكلينيكال برزنتيشن للادرينال جلاند ديس اوردر؟ أنا جبت هنا في سلايد واحد الأدرينال إنسفشنسي اللي هو الأديسون ديزيز والهايبركورتيزوليزم اللي هي كوشنج سيندروم من أجل المقارنة. في حالة الأدرينال إنسفشنسي فالويكنس والفتيج بتكون عند 99% من الأشخاص اللي عندهم أدرينال إنسفشنسي، ويكنس أند فتيج. ويت لوس 97% من البيشنت. وتلاحظوا إنه نفس أعراض الديابيتس معظم الأمراض تبع الإندوكراين بتكون قريبة من بعض من ناحية الكلينيكال برزنتيشن. بيكون عند البيشنت هايبر بيجمنتيشن تسبق للسكين بنسبة 92%، هايبوتنشن 87%. ليش الهايبوتنشن؟ لأنه البيشنت بيكون عنده نقص في الألدوستيرون أو أيضا نقص في الكورتيكوستيرويد وبالتالي بيدخل في هايبوتنشن. جي أي تي سايد إفكت 90% 50 إلى 96%، هايبوغلايسيميا لأن الكورتيكوستيرويد منخفض يصير عندك بيشنت هايبوغلايسيميا، أمينوريا أيضا مي أكرس، كمان سولت كريفينج اللي هو رغبة شديدة للملح بتكون بنسبة 22%. بيكون البيشنت دي هيدريشن هايبوفوليميا بس فقط بتكون بالبرايمري، بمعنى برايمري سكندري ترشري، بالبرايمري بيظهر عنده هذا الدي هيدريشن والهايبوفوليميا تحت تأثير الألدوستيرون ديفيشنسي. أيضا بيكون عند البيشنت ديكريز بالصوديوم وزيادة في البوتاسيوم، لذلك البوتاسيوم ممكن يكون ماركر يحدد هل البيشنت عنده اديسون ديزيز او عند البيشنت كوشنج سيندروم. مثل ما اتفقنا البوتاسيوم مع الجلوكوكورتيكويد في علاقه عكسيه بين البوتاسيوم والجلوكوكورتيكويد، فاذا كان الجلوكوكورتيكويد مرتفع بيكون البوتاسيوم منخفض، اما اذا كان
الجلوكوكورتيكويد منخفض مثل الادرينال انسفشنسي بيكون البوتاسيوم مرتفع. ايضا بيحدث loss of axillary and pubic hair in women تحت تاثير الاندروجين، لان الاندروجين بيكون منخفض في حاله الادرينال انسفشنسي. تعالوا نشوف الكوشنج سيندروم. بيكون عند البيشنت خمس مجموعات من الاعراض. بيكون عند البيشنت weight gain and obesity. هذا الويت gain والobesity بتكون في منطقه الجذع ترانكال obesity عند 90%. بيكون عند البيشنت راوند فيس اللي عباره عن المون فيس بتمثل 75% من الاشخاص اللي عندهم كوشنج سيندروم. ايضا بيكون عند البيشنت تراكم للليبيد او الفات في منطقه السوبرا كلافيكولر. بيكون عند البيشنت سكن مانيفستيشن تظهر على شكل هيرزيتز تشعر اكني في شيل بليثورا اللي عباره عن احمرار في منطقه الوجه نتيجه لتدفق الدم. سكن استريا اللي عباره عن خطوط تظهر بالجلد علامه للاوبزيتي. ميتابوليك بيكون عند البيشنت هايبرجلايسيميا هايبرليبيديميا بوليوريا. ايضا كارديوفاسكولار مانيفستيشن تظهر على شكل هايبرتنشن بريفرال ايديما. ايضا جينيتيورينري مانيفستيشن بتكون على شكل امينوريا من السيرفال ايريجولاريتي وايضا اريكتايل ديسفانكشن عند الرجال. طيب السؤال، كيف نشخص الادرينال انسفشنسي؟ باختصار في معانا اربع فحوصات مختلفه للتشخيص الادرينال انسفشنسي، هذه بنسميها بايوكيمستري. بنعتمد على الكورتيزول بالسيرم، تركيز الكورتيزول بالدم، بنقيسه الساعة 6 إلى 8. ليش الساعة 6 إلى 8؟ هذا الساعة أو هذا الوقت بيكون الكورتيزول وصل للذروة، فبنقيسه without stimulation، نسميه unstimulated serum كورتيزول. إذا كان الكورتيزول أقل من 3 ميكروغرام بير ديسيليتر، هذا بيدل إن البيشنت عنده أدرينال انسفشنسي. الفحص الثاني بستخدم السيرم كورتيزول بس تحت تأثير الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون. بعطي البيشنت 250 ميكروغرام من الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون، وبعد 30 إلى 60 دقيقة بقيس السيرم كورتيزول. إذا كان السيرم كورتيزول أقل من 18 ميكروغرام بير ديسيليتر، هذا يعني أن البيشنت عنده أدرينال انسفشنسي. هذا الفحص يعتبر الجولد ستاندرد ان دياجنوسيس، يعني السيرم كورتيزول والسيرم كورتيزول سواء كان with stimulation or without stimulation بستخدمه اكثر شيء في تشخيص البرايمري ديس اوردر. ممكن استخدم الانسولين تو انديوس هايبوغلايسيميا. طيب اذا عملت هايبوغلايسيميا، اذا عملت هايبوغلايسيميا معنى ذلك انه الجسم بيرفع البلد شوجر عن طريق زياده الكورتيكوستيرويد، وبنقيس. اذا كان السيرم كورتيزول بعد التحفيز اقل من 18 ميكروغرام بير ديسيليتر انديكيت ادرينال انسفشنسي. طبعا هذا الفحصين الاخيرين يستخدمان لتشخيص السكندري ادرينال انسفشنسي، وممنوع استخدمهم اذا كان البيشنت عنده اكيوت ادرينال انسفشنسي. ليش؟ لان البيشنت اللي عنده اكيوت ادرينال انسفشنسي بيكون عندهم اوريدي هايبوغلايسيميا، فصعب استخدم الانسولين تو انديوس هايبوغلايسيميا، ما بستخدم هذا الفحص. ايضا الميتيرابول يستخدم فور سكندري ادرينال انسفشنسي، وممنوع استخدمه اذا كان البيشنت عنده اكيوت ادرينال انسفشنسي لانه بيقلل تصنيع الكورتيكوستيرويد. هل في فحوصات اخرى ممكن استخدمها في تشخيص الادرينال انسفشنسي؟ اكيد في معنا السي تي سكان او الام ار اي ماجنتيك ريزونانس ايميجينج. ليش بستخدم هذا؟ مشان اعرف اذا كان البيشنت عنده ادرينال ادينوما او كارسينوما، ولازم اشوف عن طريق السي تي سكان مقطعيه او رنين مغناطيسي. ايضا الكلينيكال برزنتيشن ممكن تعطيني هنت ان البيشنت عنده ادرينال انسفشنسي. كيف افرق بين البرايمري والسكندري والترشري ادرينال انسفشنسي؟ طبعا البرايمري ادرينال انسفشنسي بيكون له علامات خاصه، بينما السكندري والترشري بتكون علامات متشابهه. في حاله البرايمري ادرينال انسفشنسي يكون البيشنت عنده زياده في الادرينوكورتيكوتروبيك هرمون اللي بيفرز من البيتوتري جلاند، وعنده نقص بالالدستيرون، وعنده ايضا زياده بالرينين. اما في حاله السكندري والترشري بتكون كل العلامات متشابهه، نقص في الادرينوكورتيكوتروبيك هرمون، والالدستيرون بيكون نورمال، والرينين بيكون نورمال.
مهم جدا أعرف البرايمري ديس أوردر لأنه هو الموست كومون في حالة الأدرينال إنسفشنسي. والكلينيكال برزنتيشن بتكون واضحة مثل ما اتفقنا، لأن الاليستيرون بتكون منخفض والأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون بيكون مرتفع. تريتمنت في أدرينال إنسفشنسي طبعا مثل ما اتفقنا في معانا أكيوت وفي معانا كرونيك. نبدأ بالكرونيك أدرينال إنسفشنسي، بنعمل مانجمنت عن طريق انه ممكن اعطي اللايف لونج جلوكوكورتيكويد ريبليسمنت مي بي نيسيسري فور بيشنت وذ ادرينال انسفشنسي اند مينرالوكورتيكويد ريبليسمنت ثيرابي اذا كان البيشنت فقط عنده اديسن ديزيز، ممكن استخدم المينرالوكورتيكويد. ليش في حاله الاديسن ديزيز او البرايمري بعطيه مينرالوكورتيكويد؟ لان البيشنت اللي عنده اديسن ديزيز بيكون عنده مشكله في الالدستيرون وبالتالي مشكله في المينرالز المعادن، يحتاجوا مينرالو كورتيكويد مش فقط كورتيكويد. Addition of potent mineral corticoid مثل الفلودروكورتيزون along with adequate salt intake is sometimes needed. Sometimes فقط أحيانا أحتاجها to prevent sodium loss, hyperkalemia in or inter and intravascular volume depletion. كيف بنعالج؟ عادة بفضل الهيدروكورتيزون في معالجة الأكيوت والكرونيك. ليش بنفضل الهيدروكورتيزون؟ أول شيء لأنه بيشبه كثير الكورتيزون الداخلي لفرزة الجسم، أيضا relatively high mineral corticoid activity في معاه خاصية mineral corticoid بتكون عالية، وهذا بيعطينا فرصة إنه أستخدمه في حالة البرايمري أو السكندري أو التيرشري خصوصا في البرايمري. أيضا في بيعتبر معاه short half life، بالتالي بيعطينا فرصة إنه نعمل simulation محاكاة للنورمال سيركاديان سايكل، يعني اقدر احاكي الجسم في افراز الاندوجينوس كورتيكوستيرويد. For the treatment of primary adrenal insufficiency الاديسن ديزيز عادة بستخدم 15 ل 25 ملي جرام بير دي، هذه تشبه النسبة الطبيعية اللي يفرزها الجسم من الهيدروكورتيزون اورالي بستخدمه. اذا بستخدم هيدروكورتيزون 15 ل 25 ملي جرام بير دي. كيف بستخدم؟ بعطي 2 إلى 3 الجرعه في الصباح وثلث الجرعه في الليت افترنون يعني في العصر تقريبا. ليش بعمل بهذا الشكل؟ لانه مثل ما اتفقنا البيك للكورتيكوستيرويد بيكون في الصباح، لذلك بعطي جرعه عاليه في الصباح وبيكون تدريجي بيقل تدريجي بيقل تركيز الكورتيكوستيرويد بشكل تدريجي حتى يوصل لأقل شيء في فترة المساء. لذلك في العصر بعطي كمية بسيطة على أساس نحاكي أو نقلد نحاكي الجسم. The longer acting glucocorticoid، طيب هل الجلوكوكورتيكويد الأخرى ممكن استخدمها؟ ممكن تستخدم. Monitor the patient، إذا إيش الأشياء اللي براقبها عندما أعطي الدواء؟ براقب وزن البيشنت، بلود بريشر، سيرم الكترولايت، سمبتومز ريزوليوشن، كلها بعتمد عليها بعد اعطاء الدواء. مينرالو كورتيكويد سبليمنتيشن تيبيكالي از نوت انديكيت فور تريتمنت في سكندري اند تيرشري ادرينال انسفشنسي، عاده ما بفضل اعطاء المينرالو كورتيكويد سبليمنتيشن في حاله السكندري والترشري، بس بستخدمها اكثر شيء في حاله البرايمري. في حاله السكندري والترشري الالدوستيرون ما بيتأثر، لذلك ما بيحتاج أعطي مينرال كورتيكويد، يكفي أعطي جلوكوكورتيكويد. نعمل نظرة سريعة، إذا الكورتيكوستيرويدز بنقسمها لقسمين، جلوكوكورتيكويد والمينرالو كورتيكويدز. عادة ما أفضل الهيدروكورتيزون لأنه كل ما بيعطينا فرصة إنه أعمل ميميك للسيركاديان سايكل أوف كورتيكوستيرويد سكريشن. في معانا هنا الأنتي إنفلاماتوري إفكت أو بوتنسي، بيكون أكثر بوتنسي موجودة بالدكساميثازون والبيتاميثازون. الدكساميثازون اللي بيستخدم عادة بالكوفيد 19 بيجيب نتيجة كويسة، بيمنع سايتوكاين ستورم بسبب انه معها انتي انفلماتوري وهاي انتي انفلماتوري بوتنسي. مينرال الكورتيكويد القدرة على احتفاظ بالصوديوم اكثر واحد الفلودروكورتيزون، لذلك يعتبر مينرال الكورتيكويد. هم على الاس اس اللي عبارة عن شورت اكشن انترميديت اكشن واللونج اكشن. في حالة الأكيوت أدرينال إنسفشنسي تريتمنت بنركز على 3 أشياء أساسية. البيشت بيكون عنده ديهايدريشن، بيكون عنده هايبوغلايسيميا، بالإضافة إنه الجلوكوكورتيكويد بيكون منخفض. لذلك أثناء التريتمنت لازم
أعطي البيشنت لارج فوليوم 3 لتر نورمال سلاين، ممكن أعطيه إيش ديكستروز نورمال سلاين، يعني ديكستروز نورمال سلاين على أساس أرفع البلاد شوجر. ولازم أعطي البيشنت أقول لكم كورتيكويد بس كمية كبيرة غير الكرونيك. في هذه الحالة بستخدم الآي في هيدروكورتيزون لأن الحالة تعتبر أكيوت، بستخدم 100 ملي جرام كل 6 ساعات. إذا بعطي آي في هيدروكورتيزون 100 ملي جرام كل 6 ساعات لمدة 24 ساعة، يعني خلال أول يوم بعطي 400، باليوم الثاني بعطي 50 ملي جرام نصف الجرعة، بعطي 50 ملي جرام كل 6 ساعات، يعني التوتال بتكون خلال 24 ساعة 200 ملي جرام. وذير أفتر بعمل تيبرينج حتى أوصلها للمينتنس دوز خلال اليوم الرابع إلى اليوم الخامس.